الحرب التي تم تنمين مبادرة السيد الرئيس بقرار الفاتحة على أرواح الشهداء والزخم، وهذا هو موقف مؤسسة ليس موقف فرقة. وبالحق إضافة للموقف مع فرعنا الآن، ولكن جد سعيد أن يكون موقف مؤسسة مجلس المعز أكادير هو قراءة الفاتحة وبالتالي اعتزاز بالنضال الذي يقوده الشعب الفلسطيني دفاعا عن الأرض. والحق حزب العدالة والتنمية، وبالتالي فريق منتخب حزب العدالة والتنمية نؤكد على مواقف الحزب مما يجري اليوم في غزة وفي فلسطين عموما. هو الموقف الثالث الذي يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وفقا لكل الشرائع السماوية وكل المبادئ القانونية المعترف بها دوليا. وبالتالي نعتز اعتزازا كبيرا ونفتخر بما يقوم به الفلسطينيون الذين ينوبون عنا في الواقع دفاعا عن مقدساتنا الإسلامية التي تنتهك حرماتها طيلة سنوات أمام الصمت العام على المستوى العالمي. نعتز ونفتخر بهذا الأداء البطولي الذي ينطلق من لا شيء ليصنع معجزة كبرى في القرن 21، رغم الحصار، رغم التضييق، رغم القتل، رغم التجويع، رغم تكالب كل القوى الإمبريالية على هذا الشعب الأعزل، ورغم ذلك صنع معجزة القرن 21 نيابة عنه. وبالتالي يجب أن نفتخر ونعتز بهذا الأداء البطولي رغم الآلام ورغم الجراح، رغم الأيتام ورغم التكاثر، رغم التدبير البنية التحتية على مر العالم، رغم القتل الممنهج والإبادة الممنهجة والحصار الذي لم تعرفه البشرية منذ قرون بل منذ الأزل، رغم ذلك يبقى هذا الشعب أبي شعب جباري نيابة عنا نحن الذي يجب أن نخجل، لأننا لا نتجرأ على أن نقول ما يجب أن يقال في بياناتنا الرسمية وفي بياناتنا الحزبية. إنها مسؤولية تاريخية كما تحمل أجدادنا المسؤولية وتحمل آباؤنا المسؤولية. يجب أن نتحمل المسؤولية وأن نترك لأحفادنا ولأبنائنا موقفا شجاعا صريحا. نحن كلنا فلسطين وكلنا فلسطينيون لأننا ندافع عن حق الإنسان في العيش وفي الدفاع عن أرضه وفي الدفاع عن عرضه وفي الدفاع عن أبنائه، لأننا ندافع عن مقدسات الإسلامية. إذا نعتز بهذا الأدب ونضامن تضامنا مطلقا لا تلميح فيه بل صريح تضامن مطلق مع المقاومة الفلسطينية. لا تساوي بين الضحية والجلاد، الجلاد هو الذي طرد الفلسطينيين من أراضي 48 وعزل الفلسطينيين في قطعة أرض محاصرة بر وبحر مجول وقطع الأنفاق ويقطع اليوم الماء والكهرباء والمحروقات والغذاء. تضامن مطلق مع هذا الشعب الأبي. نعتز بموقف صاحب الجلالة الذي عبر في خطابات متعددة على أن القضية الفلسطينية في مطرة القضية الوطنية، فكما نعبر دوما وأبدا على أننا مدافعون عن حرمة الأراضي المغربية في الصحراء المغربية، كذلك نعتز بهذا الموقف الأبي والشارف والتاريخ على أن القضية الفلسطينية هي نفس في مطرة القضية الوطنية. ونتمم كل مبادرة التي قامت بها الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وكل فعاليات على مستوى الوطن التي تعبر من خلال وقفات أو بيانات أو مسيرات وتدعو كذلك إلى مسيرات حتى يكون موقف المغرب كباقي موقف الشعبي المغربي كباقي الموقف الشعبي في عدة دول، منها الأردن، منها مصر، منها سوريا، منها إيران، منها مجموعة من الكويت، منها تونس، من مجموعة من الدول لبنان وغيره بل حتى من مجموعة من الدول الغربية. وفرصة أخيرة كذلك ندعو
إلى مراجعة موقفنا من التطبيع. ما يقع اليوم هو جواب عملي على أنه رغم تنازلاتنا فإن يبقى الموقف الصهيوني هو هو فليزداد التقاطع. وأتمنى أن تكون هذه فرصة لمراجعة موقفنا كما رجعناه سابقا، لعل وعسى أن يكون لهذا التأثير ولو يسير ولو نزل يسير من التأثير على ما يقع اليوم بأرض غزة وفي أرض فلسطين والعزة والكرامة لشعبنا الأبي في فلسطين وكل الخذلان وكل البوار لما يقوم به تقوم به الآلة الجهنمية للكيان الصهيوني. وشكرا جزيلا سيدي الرئيس. لما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.